قصص نور قصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطار نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر قصص نور قصص حكمة وصبر حكمة بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. في الحلقة الماضية انتهينا من نبي الله نوح عليه السلام، وذكرنا أن الله عز وجل أهلك قومه بالطوفان، فلم تبقى ذرية في الأرض إلا ذرية نوح عليه السلام. القلة الذين كانوا معه في السفينة لم يجعل الله عز وجل لهم ذرية تبقى، فلم تبقى في الأرض إلا ذرية نوح، فإن الله عز وجل اصطفى البشر أولا بآدم وثانيا بنوح عليه السلام. ما بقيت إلا ذرية نوح، وبقي أهل الإيمان في الأرض يتكاثرون مرة أخرى وينتشرون في الأرض مرة أخرى، والشياطين تجتال الناس عن دينهم وتحاول أن توقعهم مرة أخرى بالشرك، فإن الأرض الآن كلها على التوحيد. حتى جاء قوم سكنوا في أرض تسمى الأحقاف بين اليمن وعمان. هذه الأحقاف سكنها قوم سموا قوم عاد. هؤلاء الناس بدأ فيهم الشرك بالله عز وجل، بدأ فيهم عبادة الأصنام، عبادة الآلهة من دون الله جل وعلا. أرسل الله عز وجل إليهم نبيا عربيا. الأنبياء العرب هود عليه السلام وشعيب عليه السلام وصالح عليه السلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أول نبي عربي هو هود، أرسله الرب عز وجل لقوم عاد الذين طغوا في الأرض وتجبروا فيها، حتى قال الله عز وجل يخاطب نبينا: ألم تأتك قصة وخبر قوم عاد الذين ما خلقت مثلهم في الأرض كلها؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم اسم جد من أجدادهم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. بقوتهم وجبروتهم وحسن بنيانهم ومصانعهم لم يخلق الله عز وجل مثلهم في البلاد. في ذلك الزمان أرسل الله عز وجل إليهم نبيا من أنبيائه اسمه هود، فدعاهم أولا إلى التوحيد. كل الأنبياء أول دعوتهم إفراد العبادة لله عز وجل. وإلى عاد أخاهم، فنبيهم كان منهم، لم يأتي غريبا عنهم، كان من قومهم من أهلهم بل أخا لهم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم، انظروا للأسلوب، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما دعاهم أولا إلا إلى توحيد الله عز وجل، إلى عبادته جل وعلا. لكن انظروا إليهم كيف ردوا على هود عليه السلام، وهو يذكرهم الله عز وجل بكل أدب بكل أخلاق، حتى ذكرهم بقوم نوح الذين كانوا قبلهم كيف دمروا والأرض كلها تتكلم عنهم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح
وزادكم في الخلق بسطة. أي اذكروا يا قوم الله عز وجل جعلكم أهل قوة ومنعة بل خلفاء في الأرض بعد نوح، كيف دمر الله عز وجل قومه بالطوفان. تذكروا هذه النعم، اشكروا الله عز وجل عليها، اعبدوا الله جل وعلا. لا أريد منكم شيئا، حتى قالوا له يا هود تريد مالا تريد ملكا نعطيك، قال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم الأجر ولا المال، أريدكم فقط أن تعبدوا الله جل وعلا. انظروا الأسلوب كيف ردوا على هود عليه السلام، قالوا له، قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا في سفاهة وإن ظنك لمن الكاذبين. أنت سفيح وأنت كاذب، هل رد عليهم هود عليه السلام بنفس الأسلوب؟ هل قال لهم أنتم السفهاء الكاذبون؟ كلا والله. انظروا للأدب، أدب الأنبياء مع أقوامهم. قال يا قوم ليس بي سفاهة، أنا لست سفيها، ولكني أنا فقط ناصح لكم، أنا رسول أمين، ليست بي سفاهة ولم أصب بالجنون، لكنني أنصحكم فاتقوا الله عز وجل وأطيعون. قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر. استكبر قوم عاد على نبيهم وعاندوا وظنوا أن قوتهم هذه لا تغلب، وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. انظروا لقوتهم التي أغرتهم وأعمتهم. نعم كانت أكبر وأعظم دولة على وجه الأرض في ذلك الزمان، لكن ما علموا أن هناك من هو أقوى منهم. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ألم يعلم قوم عاد والأمم الجبارة والأمم القوية، ألم تعلم أن هناك من هو أقوى منهم؟ إنه الله عز وجل الذي خلقهم وخلق كل شيء. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. جاءهم هود عليه السلام ينصحهم، يذكرهم يا قوم أنعم الله عليكم بالنعم، تبنون قصور مساكن في بعض الأماكن التي لستم بحاجة إليها، ومع هذا لا تشكرون ربكم جل وعلا. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. كل هذه النعم التي عندكم مساكن مصانع خيرات كثيرة، ومع هذا كله تبطشون بالدول الضعيفة وبالناس الفقراء والمساكين. وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. نصحهم، ذكرهم، خوفهم الله عز وجل، ولكن بلا فائدة. جاءوا إلى هود عليه السلام، ذلك النبي الضعيف لا يملك إلا بعض الذين آمنوا، ليس عنده سلاح ولا عتاد. أخذوا يستهزئون عليه يقولون، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. عناد، استكبار، إصرار، جحود، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك
وما نحن لك بمؤمنين. أرأيت هذه الآلهة التي سببتها وتكلمت عليها وشتمتها يا هود؟ ربما أصابتك بالجنون. الجنون التهمة الجاهزة التي تلقى على كل الأنبياء والمرسلين، كل الدعاة والمخلصين. سهل أن يقال لهم بأنه أصابكم الجنون. إن نقول إلا اعتراك، إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هذه الآلهة هي التي أصابتك بالجنون فقلت هذا الكلام. فرد عليهم نبي الله بكل قوة وثقة، قال يا قوم إني بريء مما تشركون. البراءة الكاملة، أنا بريء منكم ومن دينكم ومن معبوداتكم وأصنامكم، أنا بريء من هذا كله. أمة جبارة، أمة مستكبرة، لم يخف منها هود عليه السلام، لأنه نبي من أنبياء الله، لأنه انظروا للسلاح الذي يملكه هود عليه السلام، ماذا يمتلك؟ قال يا قوم إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. اجمعوا أسلحتكم وجيوشكم وقواتكم، اجمعوا كل ما تملكون ثم كيدوني جميعا، ولا تنتظروني ولا ثانية واحدة ولا لحظة واحدة ولا دقيقة واحدة، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. من الذي يمتلكه هود عليه السلام من قوة ليقف مواجها تلك الأمة الجبارة؟ ماذا يمتلك هود عليه السلام؟ ماذا يمتلك حتى يقف أمام هذه الأمة العاتية الجبارة التي بطشت بالأمم؟ ماذا يمتلك؟ إنه يمتلك أعظم سلاح. ما هو؟ إني توكلت على الله، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. كل حشرة، كل طير، كل حيوان، كل دابة على وجه الأرض رزقها على من؟ على رب العالمين. أنا أتحداكم، أنا أقف أمامكم، لما؟ لأنني متوكل على الله عز وجل. سلاح المؤمنين، سلاح الأنبياء والمرسلين، التوكل على الله. حسبي الله ونعم الوكيل، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقف هود عليه السلام أمام قومه متحديا لهم، لا يبالي بما يفعلون ولا بما يصنعون. قوم هود طلبوا من هود عليه السلام أن يأتيهم بعذاب الله عز وجل. ائتنا بعذاب الله، تزعم أن هناك عذاب من ربك، فلنرى هذا العذاب، نريد أن نراه. يتحدون ربهم جل وعلا، قالوا لهود عليه السلام فأتنا بما تعدنا. شوفوا الوقاحة، قالوا له فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إن كنت صادقا نريد أن نرى عذاب ربك، أتيتنا بدين جديد وبإله جديد، نريد أن نرى عذابه إن كنت صادقا. هنا رفع هود عليه السلام يديه إلى السماء، قال رب انصرني بما كذبون. كل الأنبياء إذا يئسوا من أقوامهم فإنهم يلجؤون إلى الله عز وجل. قال رب انصرني بما كذبون. قال الله عز وجل لهود، قال عما قليل. اصبر يا هود، هي سنوات لكنها عند الله عز وجل لا شيء. قال عما قليل ليصبحن نادمين. هذه الأمة الجبارة ستندم يوما من الأيام، هذه الأمة العاتية التي بطشت بالأمم ستندم، لكن عما قليل. اصبر يا هود، قال عما قليل ليصبحن نادمين.
وكان هود عليه السلام يذكرهم بأن هناك يوم آخر، هناك بعث بعد الموت، هناك حياة أخرى، وكانوا لا يصدقونه وكانوا يستهزئون به فيقولون: هيهات 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 لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. حالهم كحال كثير من الناس اليوم الذين يقولون: هي حياة، فإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، لا حياة أخرى ولا بعث بعد الموت، ولا هناك حساب ولا عذاب ولا جزاء، دنيا نستمتع فيها كما نشاء. هود عليه السلام دعا الله عز وجل أن ينصره. عذبهم الرب عز وجل أول عذاب 3 سنوات لم يأتهم مطر أبدا، قطرة من السماء ما نزلت، وكانوا يعتمدون في حياتهم على الزروع. هذه الأمة الجبارة كانت تعتمد على المطر من السماء، وما كانت تعبد رب الأرض والسماء. المطر توقف، القحط أهلكهم، الجدب، ماتت الشياه، هلكت الأرض، قل المال، فإذا بهم يذهبون يستسقون آلهتهم، يذهبون يطلبون من آلهتهم المطر، فإذا بهم يسمعون مناد من السماء يناديهم. يقول هذا المنادي يناديهم: أي سحابة تريدون؟ هل تريدون سحابة بيضاء؟ أم تريدون سحابة حمراء؟ أم تريدون سحابة سوداء؟ سمعوا مناد من السماء يناديهم، فإذا بهم وكانوا 70 رجلا من أحسنهم، قالوا: بل نريد السحابة السوداء. وما الفرق؟ لأنهم يعلمون أن السحابة السوداء فيها مطر كثير وفيها ماء كثير، وهم لا يشعرون أن الرب عز وجل يستدرجهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. قوم هود رجعوا قافلين بعد أن استسقوا المطر من آلهتهم، فإذا بهم ينظرون إلى السماء، وإذا بالغيم يأتي إليهم، وإذا بالغيم الأسود يظللهم، وإذا بهم يفرحون، وإذا بهم يظنون أنها كرامة من ربهم لهم. أي كرامة وهم كافرون؟ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. أول ما شعرت بالعذاب امرأة أحست بأن هذه الغيمة ليست كغيرها من الغيوم، كأنها رأت شررا يتطاير من هذه الغيمة، فهربت، هربت من قرى عاد، هربت من بين قوم هود، وهي تستغيث، علمت أن هناك عذاب سيأتي إليهم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. ظنوا القوم الكافرون، ظنوا أنها كرامة من الآلهة لهم أن المطر سيأتي إليهم بعد أن جفت الأرض 3 سنين. ما استجابوا لنبيهم وما رضخوا لأمر الله عز وجل، عاندوا وطلبوا من نبيهم أن يأتيهم بعذاب الله إن كان صادقا، وفعلا بدأ العذاب وبدأ الغيم يستقبلهم وبدأ يأتي إليهم وهم فرحون مستبشرون. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. استقبل قوم هود الغيم والسحاب الأسود فرحين مستبشرين، ظنوا أن فيه خيرا لهم، خرجوا يستقبلون هذا الغيم وهم يقولون: ها هو عارض ممطرنا، ها هو الغيم قد أتى إلينا ليغيثنا، ها هو الرزق جاءنا بعد أن انقطع سنوات، سألنا الآلهة فأرسلت إلينا هذا الغيم وهذا السحاب، قالوا: هذا عارض ممطرنا.
لكنه عذاب الله بدأ، لكنه الذي استعجل الله عز وجل فيه. إذا بالريح تشتد تعجبوا ما الذي يحدث، إنها عاصفة، إنها رياح عاتية، ليست عاتية فقط بل هي صرصر باردة شديدة البرودة. بدأت تحمل الأمتعة والحاجيات، بدأ الناس يتطايرون، أخذ الهواء يحمل الناس إلى السماء ثم يرميهم إلى الأرض، فينفصل الرأس عن الجسد كأنهم أعجاز نخل خاوية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال. بدأ الهواء والريح، بدأت بأول يوم وانتهت في نهاية اليوم الثامن، بينهما سبع ليال. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا. لا ترى في القوم إلا الصرعى، الناس اختبأوا في بيوتهم، البرد قتلهم، البرد أهلكهم، فالريح صرصر عاتية، حتى أن العجائز الذين اختبأوا في بيوتهم عند النار قتلوا من شدة البرد، أهلكهم البرد، فالريح صرصر، الريح عاتية. وفي عاد أين قوتهم؟ أين جبروتهم؟ أين بطشهم بالأمم؟ أين تحديهم لعذاب الله؟ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ما أتت الريح على شيء إلا وحطمته، إلا وفتتته، إلا جعلته كالرميم، لم تبق شيئا. إنه جندي واحد من جنود الله عز وجل. هذه الأمة التي عتت وتجبرت حملتها الريح إلى السماء ثم رمتها على الأرض، فإذا بأجسادهم تنفصل عن رؤوسهم، فإذا بهم صرعى جثث على الأرض ملقى. فهل ترى لهم من باقية؟ هل بقي منهم إنسان؟ أبدا. أما هود عليه السلام والقلة الذين آمنوا معه، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. أين هم؟ ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ تلك الأمة التي عاندت وتجبرت وظنت أنها أقوى أمة على وجه الأرض. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. هل بقي لهم من أثر؟ هل بقيت منهم باقية؟ دمرهم الرب عز وجل. وهكذا كل أمة تتجبر على أمر الله عز وجل وتعصي رسله وتتكبر في الأرض فهذا هو مصيرهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم تر يا محمد ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ دمرهم. الله يقص في القرآن هذه القصة لتعتبر هذه الأمم المتكبرة وهذه الدول المتجبرة التي تظن أنه ليس هناك في الأرض قوة تقف أمامها جندي واحد من جنود الرحمن أهلك تلك الأمة، فلم يبق لهم أثرا ولم يبق لهم نسلا، فهل ترى لهم من باقية؟ ونجى الله هودا ومعه أهل الإيمان وأهلك كل الكافرين. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سوف نتكلم عن أمة نحتت الجبال، جعلت من الجبال بيوتا
وقصورا منذ آلاف السنين إلى اليوم آثارهم موجودة، قصورهم وبيوتهم في الجبال لا زالت منحوتة لتبقى عبرة لمن يأتي من الأمم. ما هذه الأمة وما هذا الشعب الذي جاء بعد قوم عاد وقوم هود عليه السلام؟ من هم ومن أرسل الله عز وجل إليهم؟ إنه نبي الله صالح عليه السلام. هذا النبي الذي أرسله الله عز وجل لهذه الأمة ماذا قال لها وماذا فعلت معه وكيف عاقبها الرب عز وجل؟ هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص. دعوتك هذه نحن متشككون منها، أي قوة أعطاهم الله عز وجل؟ نحتوا الجبال، كسروا الصخر، فجأة يهتز الصخر. كيف يتحدانا هذا الرجل الذي يدعي أنه رسول ونبي؟ هرب إلى رأس الجبل ونحروه، أول ما خرجت الناقة وفي بطنها جنين قتلنا الناقة. الآن يريدون قتل نبي الله. من قتل هذه الناقة، من نحر هذه الناقة، نعطيه من المال ومن النساء ما شاء. نزلت عليهم حجارة من السماء، جبالهم لم تمنعهم عذاب الله عز وجل. قصص نور قصص، حكمة وصبر، أساميهم لنا فيهم عطر. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني.